طبعا الاهلي بيعاني بيعاني معاناه شديده جدا زي ما قال، في حاجات بتقع منك. اهم حاجه بتقع منك ايه؟ ان انت ان موسيماني اعتمد على 15 16 لعيب وساب بقيه الفرقه بلا تحضير لاي ظرف، بدليل ان انت لما اصيب منك اكرم توفيق وعلي معلول شويه ومحمد شريف شويه وخط الدفاع بالكامل لما لعبت وكنت بتأدي وبتكسب فالناس ماشيه فما جهزش بديل. حتى يا استاذ شريف معلش حتى لما في حد انت اديته فرصه وبتقلق بيرجع او رجع تاني انت قعدته. يعني مثلا زي علي لطفي لما عمل ماتش كبير جدا قدام الزمالك وصد ضربه صدر ضربه جزاء ماتش الشهير بتاع 2-1 وعمل اداء كويس، انت فاجئ الماتش الجاي قعدته وكان لسه الشناوي راجع من الاصابه وخسر الاهلي كان سموحه ماتش سموحه انا انت عندك حارس اول بس اديله كمان ماتش يعني يزوده كمان يثبت له مكانه. يعني انت ايه انت برضو لازم تحمي العنصر الثاني. انت دلوقتي هو انت عندك مشكله فين؟ مشكله دلوقتي عندك مشكله اتفضل عندك مشكله كبيره جدا ان انت البديل حتى اللي بينزل عايز تساعد مش بيساعدك. ايوه حلوه الجمله دي يعني عايز البديل عايز يتساعد عايز اللي جوه يساعده صح واللي جوه مش قادر صحيح. لان اولا يعني بعيدا بقى عن برضو الكلام اللي بيتقال والجهاد وبتاع الاهلي مجهد زي لعيبه مصر كلها والكواليتي اللي موجود كواليتي حقق بطولات وحقق انجازات لكن لما تيجي تقارنه باجيال سابقه لا انت كنت يعني بعيد. كان في مباريات للاهلي مباريات قويه ومباريات مع فرق قويه سواء في افريقيا او هنا في الدوري كانت تبقى خلصانه عارف النتيجه قبليها قبل مزبوط. ما تبتدي في اجيال سابقه لكن دلوقتي الناس بقت يا ربنا يستر يعني الناس دلوقتي بتتفرج على مباريات الاهلي مع اي فريق لان انت خلاص طمعت الفرق فيه من كتر بتروجيت لعبت عليك ثلث ساعه في الشوط الاول على الاهلي في الشوط الاول ثلث ساعه بتسلوه جدا لا انت بتتكلم في بتروجيت مصر السلوم بالظبط ده مش وضع ده مش طبيعي احتراما ليهم طبعا وطموحهم وكل شيء بس ده النادي الاهلي يعني بعدين يعني تعالى بقى في مباراه زي سموحه انت يعني الاخطاء الساذجه والرعونه سواء في سموحه او النهارده في الاستفاده من الفرص اللي بتجيلك ما مش هتجيلك كتير يعني انت مضيع مغلوب من سموحه 3-2 ومضيع مثلا 10 اهداف ومغلوب بسذاجه دفاعيه باخطاء دفاعيه ساذجه واخطاء في التمرير يعني دي الف ب صح يعني اول اساسيات كره القدم التمرير التسلل والتسلل ماشي فانت بتخسر بحاجات فانت الى جانب غياب الشخصيه غياب الروح ما تفهمش بقى هل اجهاد هل مفيش دوافع عند اللعيبه اللعيبه حاسه انها وصلت لاعلى حاجه لا بطوله الدوري على المحك دلوقتي يعني ان انت بعد اللي حصل الموسم الماضي وضياع البطوله بيك بقى بالتحكيم باي يعني باخطائك باخطاء التحكيم بالكلام ده كله البطوله ضاعت ونفس السيناريو بيتكرر للاسف هذا الموسم مع الفارق بس ان انت يعني في شويه اخطاء حكيم بس مش مؤثره بشكل كبير ولكن لا في حاله رعونه شديده وللاسف ما تقدرش قايم مدرب يعني انا لو عايز اقيم مدرب واقول المدرب ده بعد 6-7 مباريات هشوف نتائجه ايه وبتاع لكن واضح اولا توالي المباريات وعندك مباريات اهم بقى جايه انت عندك فيوتشر بيراميدز الزمالك مقصه الجونه كل دول ورا بعض في شهر يوليو يعني هتخلص 5 مباريات مهمه وهيحسموا حاجات كتيره جدا والمنافس نفس الحكايه بس انت مشكلتك ان انت يعني المنافس عالج الازمه اللي عنده نادي الزمالك بس بصراحه اللي هو ما عندوش قيد ما عندوش قيد عنده لعيبه كتير بره القايمه لمشاكل في التجديد والكلام ده كله فصعد لعيبه بتشيله في اوقات صعبه مزبوط. يعني بترجع الزمالك حتى يعني بيبقى الزمالك متاخر بهدف ولا هدفين بترجعه في اوقات صعبه صحيح. بما فيها ماتش القمة يعني انت كنت مسيطر شوط والشوط الثاني سلمت الماتش الزمالك نتيجه ان عنده تغييرات رغم ان انت قبل الماتش لا ده الدكه ضعيفه صحيح. ده ما عندوش ده فلان غايب ده قصه يعني صحيح. كان عنده ازمات فانت هنا عندك ازمه كبيره جدا ولابد من وقفه القصه بقى مش ان انت هتخسر دوري لا انت عندك كاسين وعندك سوبر لا يعني كله جاي ورا بعض ممكن يبقى موسم كارثي لو ما لحقتش نفسك ممكن يبقى موسم كارثي